اهلا بحضراتكم من جديد. سلي وقتك في ايام الحظر، الناس كلها قاعده في البيت، النشاط واقف، الدنيا كلها واقفه، فبالتالي ما فيش مانع من ان الناس تدور في اي حاجه، في اي افكار، في اي حواديت، في اي رغبه هيتملى وقتها وخلاص. احنا دلوقتي بقالنا 20 سنة في القرن الجديد، 20 سنة كاملة. لو حد غيرنا من شعوب الكرة الأرضية شاف في ناس لسه بتتكلم على قضية فات عليها 20 سنة هتقول الناس دي عندها مشكلة، الناس دي عندها مشكلة بجد. لأنه في يناير 94 الكاف يعلن معايير اختيار نادي القرن، 94 من 26 سنة فاتت، أكتر من ربع قرن. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تصنيف الأندية بمناسبة مرور 50 سنة على بطولات الأندية، كان عنده مناسبة. اللجنة الفنية مع اللجنة الإعلامية مع الإدارة التنفيذية مع المسؤولين الكاف حطوا معايير، أعلنوا تصنيف أندية القارة. كانش وقتها إن ده لا نادي القرن ولا ربع القرن. تصنيف أندية القارة لغاية دلوقتي في حصاد ال50 سنة بطولات. فضلت الناس ماشية، الكل بيشارك وفقا لنفس المعايير على نفس المسطرة. ما تيجي بقى في سنة مصادر هذا التصنيف في أواخر 93 وأول، كان التصنيف إيه؟ كان الأهلي الأول، كوتوكو الثاني، والزمالك السابع، وكانوا نياوندي والزمالك السادس، سادس أو سابع ب 17 نقطة بالظبط. ده اللي حصل وقتها. ايه الجديد بقى؟ صديقنا العزيز عبد الشافي صادق حب يسلي صيامه ويسلي حظره، فطلع امبارح برأي مهم نسمعه عشان نسلي وقتكم معاه. كل اللي بيحبين نادي الزمالك شايفين نادي الزمالك ده اعظم نادي في الكون، شعبيته وتاريخه واسمه. لكن ان حد يطلع يرد على حاجة، على شعور طيب، على حد بيتفخر بناديه، اعتقد دي يعني لم يحالفه التوفيق في الرد. بعد صدور قرار نادي القرن اعتقد 95 او 96 او تنصيب او طلوع ده نادي القرن، كانت في اواخر التسعينات، اواخر التسعينات، الناس كلها طلعت تتساءل. اولا احنا الرياضة اللي درسناها هي الرياضة بتاعت فيثاغورس، لكن قرار تنصيب النادي الاخر ان هو نادي القرن كان ضد نظريه فيثاغورس اللي بتقول ان التسعه اكتر من السبعه. كلنا نعرف كده، انت حط 9 حاجات عندهم هتلاقيهم 9، السبعه هيكون ناقص 2. لكن طلع، انا بتكلم ده على فكره، انه بطولات الزمالك 9 وبطولات النادي الاهلي 7. وهذا المعيار اللي تم التطبيق عليه في ريال مدريد فيما يتعلق مثلا بالاتحاد الاوروبي. لا، ما حسبوش كده، حسبوها برضو بموضوع البطولات. لان هو الاكثر حصولا على البطولات. انت طيب يعني ريال مدريد، ما هو انا بتكلم لو المنطق بتاع ريال مدريد تم تطبيقه او المبدا تم تطبيقه على الاتحاد الافريقي كان الزمالك هو نادي القرن. بس ده ما اتعملش في الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي طلع نظريه جديده حتى الان غير مفهومه. فيثاغورس نفسه مش لاقي لها حل. يعني انت حطيت معيار، المعيار بتاعك بتقول طبقا للبطولات، وكل بطوله بتدي نقط. النقط دي اعتقد لو ضربت النقط في 3 9 في 7 9 في 3 في 27، ولو ضربت 3 في 7 ب 21. طيب خلاص بلاش النقط يا عم، نيجي نحسبها بعدد البطولات. بقول لك فيثاغورس نفسه زعلان ان الاتحاد الافريقي بوظ الرياضه. هذا القرار تم بليل، القرار ده كان ساعتها ولا اعلنت الانديه كلها في افريقيا؟ لا، لم تعلم الانديه ان يعني ده المعيار اللي هيتم الترتيب عليه. المعيار طلع بعد النتيجه، ودي غريبه تحصل في العالم كله. يعني ما تقالش مثلا للانديه مثلا في منتصف التسعينيات يا اهلي يا زمالك يا كوتوكو يا ترجي، لا خالص، لا يا خالص. افريقي يا رجاء، ما احنا كنا صحفيين، احنا هنعمل 1 2 3. يعني انا كنت شغال في الاهرام وقتها، يعني صحفي وادرك الاخبار وتابع الاخبار وتابع الرياضه. فجاه طلع القرار ان ما تمش ارسال الانديه او الاتحادات الاهليه، احنا هنعمل معايير وبطبق المعايير ده هنقول هو من نادي القرن. ما حصلش ده، لا خالص ما حصلش. الاستاذ مصطفى مراد فهمي قال ان تم اختار الانديه. مين مصطفى مراد فهمي؟ هات لنا الورق اللي جاي لاتحاد الكره المصري.
او للانديه المصريه او لا لا الاتحاد هو الاتحاد الافريقي بيتعامل مع اتحادات والاتحاد بيخاطب الانديه اللي هي مثلا بالظبط بالظبط لكن هاي حد يطلع علينا الورق انت احنا بنقول لا هات ورقك. الحقيقه استاذ عبد الشافي ما يهونش علينا زعل فيثاغورس خالص. انت مزعل فيثاغورس ليه يا والله عبد الشافي سكر سكر بجد لانه كل كلمه قالها فيها مغالطه. بس هي اكبر نكته هو ايه فيثاغورس؟ يعني هو الراجل مستند الى نظريه فيثاغورس. وعبد الشافي اكيد كان ادبي زيي ملوش دعوه بفيثاغورس لانه فيثاغورس على ما نفهم نظريته كانت خاصه بالهندسه المثلث والزاويه القائمه بتاعته ملوش علاقه بالتسعه والسبعه ولا الارقام خالص. بس خلاص هو اللي جه على دماغه فيثاغورس فخلينا مع فيثاغورس. الغريب بقى اول حاجه قال لك هو ليه المهندس مصطفى مراد فهمي بيرد؟ الزمالك من حقه يقول انه نادي القرن وانه احسن نادي في الدنيا وانه النادي اللي ملوش زي. بس مصطفى مراد فهمي بيرد ليه؟ طيب اذا كان اصلا في نفس اليوم يا عبد الشافي الكابتن احمد رمزي لاعب نادي الزمالك راجع الراجل من اقامته في الكويت قال لك انا مكلوم ومتضايق وزعلان وحزين انه الزمالك اتسرق منه لقب نادي القرن ودي القضيه اللي مش قادر انساها وانا بطالب المهندس مصطفى مراد فهمي يرد لان هو كان المسؤول. هو المتهم. طيب اليوم السابع كتب ده والبرامج الرياضيه زاعت كلام الكابتن احمد رمزي فطلع المهندس مصطفى فهمي. يعني الراجل مش طالع متطوع زي ما الدكتور كمال درويش وده غريب جدا لانه الدكتور كمال درويش راجل استاذ جامعه ده بارك للاهلي وبعد كده يطلع يقول لك الاهلي سرق اللقب. ويا عم انت راجل استاذ جامعه يعني بمعنى انك انت ابعت قول فين المعايير ابدا حاكم هذه المعايير ابدا دقق هذه الارقام وقول مين صح ومين غلط لانك مستوى التفكير مؤكد مختلف. المساله مش مع الجمهور. المدهش المدهش يا استاذ ابراهيم فيدي لا فيدي بالذات ان ان الوقت ده كان مين الرئيس النادي؟ الدكتور كمال درويش هو اه ما قالش ان النادي الزمالك نادي القرن. يعني دي قضيه اتطرحت بعدين حد وتحولت الى قضيه انتخابيه حاليا بقت قضيه ساعات الحظ والتسليه لانه طلع المهندس مصطفى فهمي رد بناء على مناجدة ومطالبة وإلحاح الكابتن أحمد رمزي. كابتن أحمد شوبير كان مستضيف المهندس مصطفى فهمي سأله السؤال الراجل جاوب بكل وضوح إيه اللي حصل. طيب عبد الشافي قال لك القرار صدر في 95-96 95-96 إزاي؟ قال لك والأول مرة يطلعوا القرار وبعد كده يطلعوا المعايير وأنا شغال في الأهرام ومتابع ده ما حدش نشر الا الاهرام. ده اول نشر عن تصنيف الاتحاد الافريقي للانديه بتاعته كان في اهرام الجمعه اللي عبد الشافي واحد من اسره تحريرها يعني بالظبط عايش ده. يعني في الاول النشر الاول كان في 94 انما اعلان بقى النتيجه مش في 95 اعلان النتيجه بتاعت تتويج نادي القرن الاهرام. لا كان في تصنيف في 94 حصل تصنيف حصل ترتيب ايوه ده التصنيف بتاع 94 فضلت انت تعد عليه لغايه لما وصلت لاعلان نادي القرن صدر في ديسمبر 2000 ونشروا موقع البي بي سي في 23 ديسمبر زي ما انتم شايفين 2000 23 ديسمبر 2000 نشر القرار. اول ما طلع القرار حصل الغضب. الاهرام تاني يوم نشر في 24 ديسمبر 2000 مش 95 يا عبد الشافي خالص خالص. ده الاهرام اللي حضرتك واحد من محرريها النشطاء. طيب اذا كان ده نشر في 24 ديسمبر في الاهرام بعد البي بي سي عبد الشافي قال لك الاتحاد الاوروبي ليه ما عملناش زي الاتحاد الاوروبي؟ ما هو الاتحاد الاوروبي حسبها بالكؤوس ما حسبهاش بالمعايير. مين قال؟ مين قال؟ ما هو انت عندك في نهايه 2000 مع نهايه القرن الميلان كان عنده 13 بطوله وريال مدريد عنده 12 بطوله لكن
بمعايير المشاركات بقى ريال مدريد هو نادي القرن. رغم ان ده 13 وده 12 بالمعايير انه اللي هو بيقول لك عايز استند اليه. اللي قال لك ليه الكاف ما عملش كده؟ طب ما هو الكاف عمل كده. قال لك هو الكاف ما ابلغش حد. مين قال لك برضه الكاف ما ابلغش حد؟ الكاف في 94 الكاف بالمناسبه يا جماعه سياسه العمل فيه كل شهر كان او كل بصفه دوريه ممكن يبقى شهرين ثلاثه ربع سنوي ثلاث شهور حسب عدد الاجتماعات والقرارات بيطلعها في النشره الرسميه الكاف نيوز دي النشره الرسميه اللي بتحوي كل قرارات الاتحاد نشره دوريه بتتمرر على كل الاتحادات الاعضاء يعني اتحاد الكره تلقى ده اتحاد الكره استلم ده في عينه ضمن النشره الدوريه للاتحاد اللي بتشمل كل القرارات من ضمنها كان هذا التصنيف اللي حصل في يناير 94 وقالوا بمنتهى الوضوح والمعايير ان البطل بياخد 4 نقط الوصيف بياخد 3 الفرقتين اللي خسروا قبل النهائي نقطتين لكل فرقه واللي خسر في دور الثمانيه بياخد نقطه ده معيار ثابت وواضح وصريح موجود قدامكم اهو سنه كام 94 طب نقف هنا لحظه المعايير دي الانديه طلعت عليها واتنشرت في وسائل الاعلام كويس مش عاجبه احد الانديه لم يحتج لم يقترح لم يراسل الاتحاد الافريقي خالص عارف ليه لان بالمعايير دي برضو كان الاهلي بينه وبين الزمالك 17 بونت طيب لما جينا سنه 2000 بقى بين الاهلي والزمالك كام بونت 3 بونت يبقى مين اللي استفاد من المعايير الزمالك لا. هو انت بس انا عايزك انت تخلص كل اللي عندك عشان انا يعني المنفع عدلي بيقول لك هو مين اللي استفاد من ده وعلاقه الارقام بالنقاط عشان تشوفوا ان هي معايير ثابته وواضحه وصريحه هقول لك انا هو انا بعد اللقب ما يطلع افكر في المعايير اللي كانت ممكن تديني اللقب وابتدي اقول ما اتطبقتش ليه والله احنا ما بنتكلم على فكره في معيار برضو كان ممكن يدي اللقب ان يتشطب كل نتائج الاهلي ما هي ده معيار صحيح ساعة ما انسحب الاهلي ليه ما اتشطبتش كل نتائجه؟ الله هو ايه ده؟ الاء الاهلي لما اعلن التصنيف كان عنده 34 نقطة رغم انه كان عنده 6 بطولات 6 بطولات وعدد المشاركات بتاعته والنقاط اللي جمعها من كل دور وصل له في كل مرة ادوله 34 نقطة تعرف انه التاني له كوتوكو عنده 33 نقطة يعني اقل من الاهلي بنقطه واحده رغم ان هو عنده بطولتين اتنين بس لعب 7 فاينل ايوه هو ده المعيار الرياضي طب ما هو الزمالك ما احتاجش ليه على كوتوكو ساعتها مثلا ده انت مش التاني وقال هو ازاي تدوله كل يعني بص يعني الزمالك عنده 4 بطولات لكن 19 نقطه عشان بقيه المشاركات عنده ما عندوش ادوار كبيره جمع فيها نقاط بينما كوتوكو الزمالك عنده 4 كوتوكو عنده بطولتين ده عنده 33 نقطة وانت عندك 19 لانه لعب 7 فاينل فاجمالي مشاركاته خد عليها نقاط زي ما الاهلي خد نقاط بقولك الاهلي 3 أضعاف كوتوكو في البطولات ومع هذا الفرق بينهم نقطة واحدة الاقي كانون يا ويندي 27 بطولة وعنده 4 بطولات كل دول قبل الزمالك هافيا كوناكري 24 نقطة وعنده 4 بطولات مازيمب الكونغولي عنده 20 نقطة وعنده 3 بطولات والزمالك عنده 19 نقطة ب4 بطولات ده موجود في اللي انتوا شايفينه قدامكم ضمن نشرة دورية الكاف طلعها وبعتها لكل الاتحادات الأعضاء عنده بما فيها الاتحاد المصري في تاريخه في 94 ممكن واحد يجي يقول لك طب فين الجدارة مع عدد البطولات جدارة ممكن اتكلم في موضوع الجدارة ده شوية ما هنا وهو النادي الاهلي لو عارف لو عنده حد قال له ان الحوار ده ممكن يتم كان خطط من الاساس انه يحرم الزمالك مثلا سنة 86 منه يلعب بطولة الدوري لانه كان الاهلي بطل الدوري والكاس ولو كان لعب الكاس
كان الزمالك يلعب الدوري، طب لو لعب الدوري الاسماعيلي يلعب الكاس، طب الاهلي لعب الكاس ليه؟ عشان احتفظ بيه للابد، لانك هتبقى ثالث مره. بالظبط. لكن لو في دماغ الاهلي الحوار ده، ما كانش الحوار ده اصلا هيبقى موجود. ايوه. لان ساعتها الزمالك ما كانش هيشترك، كانش هياخد البطوله. ايوه. برضو اخونا عبد الشافي قال لك انا كنت في الاهرام وده ما حصلش. وانا بقول لو ليه؟ عشان يعني غاويين افتراضات يعني. صحيح. الاهرام نشرت في 10 ديسمبر 2000 مصر الافضل والاهلي الاول في افريقيا. وهي نفسها الاهرام اللي كانت نشرت في 10 ديسمبر 93 في اهرام الجمعه بالبنط العريض خبر التصنيف اللي حضراتكم تقريبا حفظتوه، مفاجاه الاهلي زعيما للقاره الافريقيه. ده في 94 يا جماعه. وفي اهرام الجمعه اللي عبد الشافي عضو في تحريرها كان 18 فبراير 94. الجمهوريه 5 ديسمبر 93. الاهلي اعظم فريق في افريقيا 93. والجمهوريه طول عمرها تاريخيا منحازه لنادي الزمالك، سواء الفتره دي الاستاذ محمود معروف، قبل كده الاستاذ ناصف سليم عليه رحمه الله، وهكذا. فبالتالي ده كان وفقا لتصنيف الاتحاد الافريقي ان تطلع الجمهوريه بكل رموزها الزملكاويه تنقل على الاتحاد الافريقي هذا التصنيف ان الاهلي اعظم فريق في افريقيا. ده مش في 2000 يا عبد الشافي، ده حصل بالظبط في سنه 94. بس ما حدش عايز يصدق، كله عايز ياخد الناس والاجيال الجديده في سكه تانية خالص. بس اقول لك على حاجه، الجمهوريه بعيده شويه، ما تتحرك من المكتب اللي انت فيه تبص على مكتب رئيس التحرير، هتلاقي قاعد فيه اخونا العزيز وصديقك العزيز الاستاذ محمد شبانه. ومحمد شبانه مش اهلاوي، بس تقدر تساله انت قلت الكلام ده في وقته وحسمته ازاي. اللي قدام حضراتكم الصوره دي هي نشره الاتحاد الافريقي لكره القدم في يناير عام 94. نروح بقى لتصنيف الانديه، هو الاهم واللي بنتكلم عنه، ومن نشره الاتحاد الافريقي اللي نقلت عنها الاهرام ما نشر في ذلك الوقت في سنه 94. نشره الاتحاد الافريقي قالت بقى بالنسبه للانديه اللي في افريقيا وترتيبها طبقا للطريقه احتساب النقاط في التصنيف الافريقي. الاول قبل ما اقول لكم عايز اقول لكم طريقه احتساب النقاط. طريقه احتساب النقاط قالت الطريقة اللي عملها الاتحاد الافريقي بتقول يتم احتساب النقاط وفقا للقواعد التالية التي وضعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اولا بالنسبة لبطولة افريقيا ابطال الدوري وبطولة افريقيا ابطال الكؤوس، اربع النسخة القديمة 4 نقاط لحامل اللقب، 3 نقاط للوصيف، 2 نقطة للنادي البالغ دور قبل النهائي، 1 نقطة لكل نادي يصل الى دورة الثمانية. بعد تعديل النظام البطولة للدوري ابطال افريقيا منذ عام 97، 5 نقاط للبطل، 4 نقاط للوصيف، 3 نقاط لصاحبي المركز الثاني في دوري المجموعات اللي هم البالغين للدور قبل النهائي يعني، 2 نقطة لصاحبي المركز الثالث في دوري المجموعات، 1 نقطة لصاحبي المركز الرابع في دوري المجموعات، وتضاف 1 نقطة لحامل لقب كاس السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي للكونفدراليه بعد كده، ثم اضافت 2 نقطة لمن يتاهل الى نهائي كاس العالم اللي انطلقت سنه 8، كاس العالم للانديه طبعا اللي انطلقت سنه 98 وتوقفت قبل ان تخرج للنور سنه 2005. نشوف بقى، اطلعوا لنا بالورقه، اطلعوا لنا، اطلع بالمستند الرابع. دي الانديه اللي حطها الاتحاد الافريقي في النشره بتاعته في مطلع سنه 94 طبقا للتصنيف اللي حطه ايضا في نفس النشره. بصوا حضراتكم ترتيب الانديه كان ازاي بالارقام والنقاط. نمبر 1 اللي هو نمره 1 ناسيونال اللي هو النادي الاهلي. الاهلي ترجمتها ناسيونال يعني بالفرنساوي. بتقول ايه؟ الاهلي ايجيبت 134 نقطه. المفاجأة إن الزمالك مش في المركز الثاني. يعني المفاجأة إن الزمالك سنة 94 ما كانش في المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، بل كان في المركز السادس في ذلك الوقت. طيب الأستاذ شبانة، محمد شبانة، قال هذا الكلام أكتر من مرة، بس بالمستندات والوضوح ده يعني هو وبالمستندات الاصلي
الاوريجينال الختم الاصلي اللي عليها وطلعها في هذا الوقت. انا بس عايز اضيف ملحوظه. هو قال لك الاهلي في المركز الاول والزمالك في المركز السادس، وكان الفارق ما لحقش يعني نقوله 17 نقطه بين الاثنين. طيب اللي حطت المعيار ده كان عارف ان هو هيحتاج يخدم بيه الاهلي سنه 2000 اطلاقا، ويخدمه لذا كان الاهلي عنده هذا الفارق الشاسع في النقاط. ده بالعكس اللي قرب بالمعيار ده الزمالك. الزمالك ليه؟ لان حصل حاجه جوهريه جدا. الاهلي حصل مشكله، انسحب سنه، اتعاقب سنتين. هو ما انسحبش، هو اعتذر. اصل الانسحاب انك تشترك وما تكملش او ما تروحش، لكن انت من الاول تقول لهم انا مش هلعب البطوله دي، بس هم اعتبروه انك بتخل بقيم تسويقيه ويعني ضربه للبطوله فعقوبه. طيب الاستاذ المهندس مصطفى فهمي كان عضوا بمجلس اداره النادي الاهلي انذاك من 92 ل 96 في عز المعمعه. لو الراجل ده في دماغه انه يخطط، ها ساعة ما الكابتن صالح جه وقال، اما جه جاوب قال اعتذروا مش هنلعب السنة الجاية في البطولات الإفريقية، كان يقدر يقول له لا يا كابتن لحظة واحدة، خلي بالك إن في بطولة ودي هتأثر علينا وممكن نادي تاني يخش بدلنا، وده اللي حصل. الزمالك بقى يخش بدالك. ده لو كنتوكو خد لقب كان عدى الأهلي. كان طبعًا. إنما ما جاتش سيرة، لانه كان وقتها بيتكلم على ايه؟ على تصنيف الانديه خلال 50 سنه. بعد كده عملوها في نهايه القرن بامين لقب القرن. بالظبط، دي المناسبه. ولم نتذكرها الا باخر سنه لما جه بقى الجواب تاني وكابتن صالح اعتذر، قلت له يا كابتن احنا كنا في المركز كذا ودلوقتي بقينا في بيلاحقنا نادي الزمالك فارق 3 نقاط، احنا ينبغي نشترك حتى لو هنخسر. واشتركنا بفرقتين والقصه معروفه يوم ما طلعنا من البن. فانا عايز اقول ايه؟ هو اللي كان بيحط النظام كان بيحطه عشان يستفيد منه نادي الاهلي سنه 2000. مستحيل. وبعدين طيب المهندس مصطفى فهمي، كابتن احمد رمزي طلع، انا عايز المصطفى فهمي يرد لانه كان المسؤول، وفي نفس الليله رد المهندس مصطفى فهمي مع كابتن شوبير. حتى هذه اللحظة وأنا بكلم حضرتك ما زالت قصة نادي القرن تطل برأسها، وأن هناك اتهام بالمجاملة من المهندس مصطفى مراد فهمي للنادي الأهلي لوضعه نادي القرن. يا ريت برضه في كلمتين حضرتك توضح هذا الأمر، لأنه من المهم رغم أنك وضحت أكثر من مرة. والله هو وضحناها كابتن أحمد، وهي أن يعني سنة 95 كان مرور 40 سنة على مباراة بدء مباريات الانديه الافريقيه. كويس. فعملنا، وانا اللي كنت عامله مع مسؤول الاعلام في الاتحاد الافريقي الدكتور فيكن اياميها، عملنا التصنيف ده للانديه الافريقيه. وسنه 2000 جاء بنا نعمل نفس التصنيف للانديه، فايه اللي هنعمله؟ اخذنا اضطرينا ناخد نفس المعايير اللي كنا عملناها سنه 95. المعايير دي سنه 95 ما حدش اتكلم عن المعايير خالص، اللي كان فرق كبير بين النادي الاهلي والانديه القريبه منه. وبعدين انت عارف حضرتك سنه 95 النادي الاهلي انسحب في احدى المباريات الافريقيه، ماتش السوبر الافريقي بعد انسحب يعني رفض الاشتراك. وتوقف 3 سنوات لم يشارك في البطولات. وحضرتك سكرتير عام للاتحاد الافريقي وكنت عضو مجلس اداره في النادي الاهلي في هذا التوقيت، ما قدرناش نعمل اي حاجه والنادي الاهلي توقف تم ايقافه 3 سنوات. ده ادى ان الفارق بعد بينه وبين نادي الزمالك تقلص. فنادي الزمالك اعتقد ان هو احق انه كسب، ابتدى بقى يقول لا البطوله دي اهم والبطوله دي مش اهم. وما الى ذلك. لكن احنا نفس المعايير اللي اخذناها 95 هي اللي اخذناها في 2000. بالنسبه لنا ما كناش نقدر نغير فيها اي حاجه. ده كلام بيأكد تاني وتالت وعاشر واللي شفناه بالمستندات، لكن ممكن يتقال ان اصل المهندس مصطفى مراد ده راجل اهلاوي
وكان عضو مجلس اداره. تعرف هو عضو مجلس اداره يعني ما حصلش تنبيه لان مش في دماغه الموضوع ان هو مش بقول لك إيه؟ مش داخل عجل. لكن انا اللي عايز لا انا النقطه دي مهمه لان انت برضو باذن الله هتجاوبني عليها. قول. طب ده المهندس مصطفى مراد فهمي الاهلاوي. طب مين اللي عمل معاه كان شريكه؟ كان فيكن وعمل معانا مداخله وقتها واعترف بده بوضوح. كان بوضوح ساعتها. ايه فيكن ساعتها عمل مداخله وكان كلامه واضح جدا فيها. وكان وفيكن زملكاوي. بالظبط وموقفه كان واضح جدا وقال يا جماعه وهو عامل اسماعيل. بقول لي ايه استاذ محمد شبانه ذكر هذا الكلام. ولما عرض المستند لقى عليه توقيع فيكن. بالظبط دي كانت مساله واضحه جدا. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما المهندس مصطفى فاهم الراجل مشي بالكاف وراح الاتحاد الدولي كان مدير قطاع البطولات او المسابقات في الكاف في الفيفا. ورئيس الاتحاد الافريقي اتغير واللجنه التنفيذيه اتغيرت ومياه كتيره مشيت في النهر. طب اللي حاصل دلوقتي في الاتحاد الافريقي ايه؟ هو تصنيفهم دلوقتي في سنه 2020 تصنيفهم ايه؟ وعلى اي اساس؟ وساكتين ليه؟ طب ما هو لغايه دلوقتي التصنيف الجديد في القرن ال 21 ماشي بنفس المعايير على نفس المعايير المعتمده من اللجنه التنفيذيه للكاف اللي فيها الاهلي الاول ب 71 نقطه، مازيمبي الثاني 52 نقطه، النجم الساحلي 49، الترجي 47، الوداد 27، الزمالك المركز الخامس في المركز الخامس 26. ده من 2001 لغايه النهارده. ده التصنيف المعتمد اللي ماشي من 2001 لغايه النهارده. مش حتى بس تراكمي. طب ايه؟ ما حدش بيحتج عليه والناس كلها ماشي عليه. عبد الشافي قال لك والزمالك سكت والخطا ان الزمالك سكت. لا الزمالك ما سكتش الحقيقه. ده مع كل مجلس جه تحولت هذه القضيه الى قضيه انتخابيه لدغدغه مشاعر الجماهير واتهام الاهلي والاتحاد الافريقي. حتى انك تلاقي في الاهرام برضه في الأهرام يا عبد الشافي في 6 أغسطس 2009 الزمالك يصعد أزمة القرن للمحكمة الرياضية. المصري اليوم في 5 مارس 2014 بعديها بسبع سنين أو بخمس سنين الزمالك يشكو الكاف للكاس ويطلب 50 مليون دولار تعويضا عن سلبه لقب نادي القرن. طيب في 18 أكتوبر 2018 الزمالك يرفع دعوى في المحكمة الرياضية بسبب نادي القرن. تفكرين ان احنا هنا في ملك وكتابة قلنا كذا مرة لو القضية تاريخية مهمة بهذا الشكل عندكم المحكمة وعندكم الاتحاد الافريقي. وبالمناسبة الاتحاد الافريقي ونادي الزمالك للي برا القاهرة شارع واحد. صحيح ان الاتحاد الافريقي في اكتوبر المقر بتاعه لكنه الشارع اللي هو فيه ده بداية شارع 26 يوليو اللي بيمر لغايه لما ياخد الزمالك بعد نزله الدائري. يعني المشوار من نادي الزمالك للاتحاد الافريقي 10 دقائق. يقدر يطلع على المعايير ويقدر يشوف القرار ويقدر يشوف الدنيا ماشيه ازاي واذا كان المهندس مصطفى فهمي جامل الاهلي او ما جاملهوش. لكن الاكثر تتويجا قضيه تانية خالص لانه سمعت حد قال لك وبعد كده حسبوا للاهلي الافرو اسيوي وخلوه الاكثر تتويجا. الاتحاد الافريقي ملوش علاقه بالاكثر تتويجا خالص. الاكثر تتويجا على فكره لو حسبت برضه الافرو اسيوي الاهلي يبقى الاول. العرف الدولي العرف الدولي في عدد البطولات لاي نادي واخدها ده الاكثر تتويجا في العالم. لما كان الميلان واخد كان محسوبه له البطولات اللي بين قارتين، لما الريال مدريد اقتنص اللقب محسوب له الانتر كونتيننتال بطوله بين قارتين زي ما اتحسبت للاهلي البطوله الافرو اسيويه. لكن في الاتحاد القاري الواحد ما بتتحسبش ولا هتتحسب في اسيا وتتحسب في افريقيا. بالظبط دي بطوله بين وبطوله غير منتظمه. ورغم هذا يا استاذ ابراهيم يعني دي بطولتين ودي بطوله. حبينا نسلي وقتكم عشان فيثاغورس ما يزعلش. اهم يعني حاجه انت صالحت فيثاغورس. اهم حاجه ان فيثاغورس ما يزعلش يا صديقنا العزيز عبد الشافي. طيب